في شارع كاديكس بقلب بلدية الجزائر الوسطى، حكايات أناس مثقلة بالهموم والأوجاع، كحال الشاب وليد الذي سمعنا قصته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولما قمنا بزيارته نجد المفاجأة. حقي دار بابا زايد فيها كبر فيها الدار، هذه عندي 33 سنة في عمري، قعد تما. قال لي أخويا كانت العجوز يما دايرة دوسي على اسمها، يا أخويا راحت الدار على اسم بابا، أنا قلت له نريح فيها. عيد الناس الصباح رايحة تصلي صلاة العيد، أنا اللي هنا نصلي وحدي، نصلي وحدي هنا، يا شغل غريب، شغل كلي راني شغل راني فيه غربة، وعطاو لي هكا مورسو تاع باطيمة هادي تاع قدام مصطاح، أنا راقد فيها، إلا طاحت شتا تطيح عليك، وإلا كانت سخانة تاكلك. مسؤولين والو، راسلنا السلطات، راسلناهم عن طريق إنسان كما يقول لك منتخب، عضو منتخب في المجلس الشعبي البلدي، ومازال ما ردولوش الجواب. عندما يصبح هذا الرواق المؤدي إلى سطح العمارة ملاذ وليد الذي يحلم فيه أن يعانق ابنته ذات الخمس سنوات ولم تنم معه منذ ميلادها ليلة واحدة. بنتي حبيت نشوفها ليلة واحدة، أنا رقد معها ليلة واحدة، برك هذا ماك ولات لي أمنية، ما قدرت، ما الفرحة هذيك مازال حبيت نجوزها لشتا شوية كاملنا، قل تحليلي برك القرزي تاع الحياة ما كاش أم، ونعطي لها شوية حنانة تاع الأبوة، أم ونحي لها شوية كتحنانة تحس باللي بنتك والو. تقصينا الوضع الذي فيه أطراف أخرى، وهكذا ردت السلطات المحلية. الأقبيال التي رحلت يتم غلقها، غلقهم قانونيا بقرار ولي ولاية العاصمة الذي يمنع إعادة إشكال مرة أخرى. تشكيل البلدية مستقبلوا أنايا في المكتب تاعي، وكما يقولوا كان يتعامل معايا أخلاقيا، ما كما يقولوا جميعا دي باسي لي ليميت معايا، نفهموا باللي هذا القبو مغلوق، مي والله غير نحوس كيفاش نلقى لك الحل، باسكو مواطن جزائري، مواطن تاع الجزائر الوسطى عنده مشكل اجتماعي في دارهم، وباش نعاود نفتح القابو كما يقولوا ممنوع عليا، على بالي بلي كان عنده قضيه مع حب يرجع المراه تاعو باش يدخل بنته ويرجع بنته، هذو سي دي كونديسيون تاعو داروهم له لازم له دار. دونك من جهه راه محصور مع الوالدين مع الام تاعو عنده مشكل، جهه واحده اخرى مع العائله تاعو في وطنه لم يجد حتى اين يحتمي من سواد ليل العاصمه. فبكى لاول مره حتى اختفت نبرة صوته، والكل يعلم إن نزلت دموع الرجال، فعلم أن همومهم بلغت قمم الجبال.